هنجيك من الاخر. كنزور المقبره مره مره وكنقول شوف من هنا واحد 100 عام حتى واحد على الكره الارضيه ما غيبقى عارف شي واحد سميتو ياسين الصادقي بحال عمري ما كنت غيعرفني سيدي ربي والكتاب صافي. هاد الفكره عرفتي هاد الفكره اللي كبرتيها في عقلك غتشد الارض يا خويا غتشد الارض. حنا شنو حنا هازين لا معنى بزاف د الحوايج كنت قاتلو ولكن فاش كتحط الفكره في عقلك كتقول غندير 60 عام غادي نموت 60 70 هذا هو لا موين ديال لاش الا طول لي سيدي ربي في العمر غنشوف مشيت في حالاتي. جينيراسيون الاولى اللي تحت مني ديال ولادي غيعقلوا عليا دوزيام جينيراسيون شويه طروازيام حتى واحد بقى عاقل على شكون هو ياسين الصادقي. غتولي تسول انا دابا كنسول على شكون هو جدي الخامس حتى واحد في الفاميلا ما عارف كنيتو ما عارف سميتو. جدي الرابع باقى سميه كي جدي الخامس مشى شكون عارف انجازات شنو دار شركه واش دار شي بيع شي بيع شي صرا يقدر يكون عنده انجازات خياليه كاين واحد ما عقلي مشى يقدر يكون عنده مثلا واحد البلاد كثار يقدر يكون عنده مثلا واحد تنسى تنسى فهمتيني. يعني فاش كتسوق هاد الفكره مزيان وكتامل فيها بواحد بواحد فهمتيني بواحد الطريقه عميقه كتقول شكون انا في ملك الله فهمتيني شكون انا في ملك الله. وكنرجعوا للاول فاش دوينا في نظام الاعتقاد غير هاد شكون انا في ملك الله الا دخلت في نظام الاعتقاد راك في امان راك بخير فهمتيني. هو المجهود كيبقى ديما طن 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 حيت كيقول لك النفس كتبغي تخرج وانت كدير لها سلاي كترجعها كتبغي تخرج عاوتاني. داك داك الصراع مع النفس ديالنا الى الممات الى الممات ما كيساليش فهمتيني. نقدر نكون دابا فيها لا غرور لا والو ليغو ديالي اندر تشيك بخير فهمتيني. ندوز واحد سيمو ندير شي 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 شي, شي, شي انجاز خيالي يطلع ليغو دونك شنو خصني ندير نجرب بي والدين بابا. كاين واحد ليكزومبل ديال الشيخ الشعراوي الله يرحمه مسكين كان مشى لواحد لا فاكولتي وشدوه الشباب بداو بداو كيلوحوه في السماء فهمتيني وكيبزلوا فيه والعظمه ديال الشيخ الشعراوي وفرحانين به وكل شيء. فاش حطوه ويهرب عرفوا فين مشى فاش شبعوا لقاو دخل الطواليط كيف كيغسل فيهم كيقول استغفر الله العظيم وكيغسل في الطواليط. علاش حس بالنفس ديالو بدات كتكبر شوف انا الناس كيفاش كيتعاملوا وي كيلوحوا لي في السماء اش فهمتيش بغيت نقول لك. دونك شنو بغى يدير بغى يربي نفسه شكون انا في ملك الله شكون انا في ملك الله عبد ربي الضعيف خلاصة القول برافو والله الا برافو شي شي ما يقولش لي كنمشي للمقابر صافي صافي ايغو ايغو ماشي غير كتهبطو ايغو جات قتلو هنا صافي خويا صافي بان راه اكزاكتو ما غتي واحد ما غيدي مع شي حاجه اكزاكتو. دابا هذه هذه بالنسبه لي ياسين شخصيا انه مثلا تيدير هذا التويك هذا انسان عادي مثلا شنو تقدر تنصحو انت عطيتك لاسيوس ديال انه يمشي يدير شي اكتيفيتي اللي عمره ما دارها في حياته فهمتيني. ولا يدخل مثلا كنخدم شي مارشي يمشي شي مارشي ما عمره دخل ليه يمشي لشي مارشي اللي عمره دخل ليه غير قلاصو كيتعلم ازيرو. اصلا حنا بارمي لي تروك لي اش كنقولو لي برينسيپ دو باز ديال البيزنس فهمتيني عمرك تحط البيض ديالك في سله وحده فهمتيني. بحال كتكون عندك اون سوسيتي خدامه مثلا في لا كونستركسيون كدير شويه الفلوس اش كدير كتمشي لدومين اخر اللي بعيد على لا كونستركسيون كتحط فيه حتى شويه الفلوس فهمتي شنو بغيت نقول لك. فاش كتدخل داك الدومين كتبدا تعلم ازيرو ما كتعرف حتى حاجه كتعرف لا جيستيون راك كتفهم في البيزنس ولكن سافور سبيسيفيك لذاك الدومين ما كتفهمش فيه فهمتيني. كتلقى راسك طفل صغير يتعلم كتاخذ لك واحد لو سيكل ديال مثلا 3 سنين 5 سنين مش حد ديك الشركه كبرات ولات كتدخل العاقه كنمشي لا ترويزيام ندير اون ترويزيام سوسيتي في ان دومين اللي لا علاقه مع لي دومين كاملين فهمتيني.